انطلقت فعاليات الماراثون الجزئي نورثن كابيتال في دورته الثالثة في ساحة القصر في مدينة سان بطرسبرغ بروسيا. بلغ عدد المشاركين في هذه الفعالية نحو 5000 شخص يمرون من خلالها عبر شارع نيفاسكي بروسكت وكاتدرائيات كازان وسانت إسحاق وقلعة بطرس وبولس وغيرها من المعالم المهمة في المدينة. الجدير ذكره أن نسخة هذا العام قد ألغت مشاركة الأطفال بسبب جائحة كورونا، فيما أولى منظم الفعالية اهتماما خاصا للمعايير الصحية وألزم المشاركين والموظفين والمتفرجين باستخدام لوازم الحماية الشخصية ومراعاة التباعد الاجتماعي، إلى جانب خضوع كل مشارك لفحص درجة الحرارة قبل السباق.